مشاهدينا متتبعينا على الوطنية الثانية، موعد جديد مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة هامة للنادي الرياضي البنزرتي ونجم المتلوي حبيب قويس مكيد بعد الهزيمة في المونستير. واجب التدارك للبنزرتي مقابل محاولة مواصلة السلسلة بعد الفوز على تطاوين بالنسبة لنجم المتلوي ومدربه الماهر الكيزاني. أكيد عبد الرحمن قبل بتبيع عم نكمل ونواصل مع بداية التعليق، نمشيو لزميلنا اسكندر الحجام وأول الاستجوابات ما قبل المباراة، تفضل اسكندر. نعم شكرا لك عبد الرحمن، شكرا أيضا حبيب. عصام البيتسي المدرب مساعد للنجم الرياضي بالمتلاوي ينزل اليوم ضيف هنا في جارزونا، تو بعد نحكيه على مشكلته ومعضلة هذه استقبال نادي البنزرتي أو نادي الرياضي البنزرتي لمبارياته خارج بنزرت كمدينة، نحكي مرة في العالية مرة في المنزة في باردو في جارزونا من 10 أيام تيران أخرين، تو نعاود بعد نسألوا أحد الأطراف من جانب النادي البنزرتي، خليني من جانب النجم الرياضي المتلاوي لحدود 9 جولات يعني منقوص من جولة، اليوم الجولة 11 بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نجم الرياضي المتلاوي انتصار وحيد، 6 هزائم، 2 تعادلات، نتائج تقريبا يعني ما ترضيش، خلينا نقولوا لا الفريق ولا الاحباء. صحيح صحيح سي اسكندر، يظهر لي البدايه نتاع الموسم الرياضي السنه بالنسبه للنجم الرياضي المتلاوي كانت بدايه حقيقه سيئه نتيجة بداية التحضيرات، كما تعرف الناس كل بداية التحضيرات كانت متأخرة نتيجة تأخر انتخاب هيئة مديرة جديدة. ما ننساوش معناتها اللي بدايه 5 جولات مع السي محمود المصمودي، بالمناسبه نشكروه على العمل اللي قام به، كانت بدايه متعثره. احنا حاولنا في الاربع مقابلات اللي جت معناتها اللي خذا سماه الكنزاري سماه الجيزاني عفوا بزمام الامور، تحسنت النتائج، عملنا 2 تعادلات، عملنا انتصار، صحيح هزيمه ضد شبيب القيروان في اخر دقائق، خدمنا على الجانب خاصه الجانب الذهني للملاعبيه، قاعدين نخدموا بالموجود، لكن كما قلت الجمهور الرياضي بالمتلاوي ينتظر اكثر من هكا نتائج، واحنا موجودين هنا بحول الله باش نرجعوا النجم الرياضي بالمتلاوي لمكانته الطبيعيه وهو وسط الترتيب ان شاء الله. تنقل ماهوش ساهل يظهر لي. اكيد تنقل نادي البنزرتي يظهر لي معناتها فريق ممتاز، فريق عنده فرديات معناتها ممتازه، عنده مدرب كفء يحاول حتى هو يرجع اذا ويوري الصوره اللي وراها في الموسمين اللي فاتوا الفارطه، لكن احنا زاده اليوم جايين هنا بحول الله باش نقولوا كلمتنا ونروحوا بثلاثه نقاط ان شاء الله. عصام الغيابات مشكلته ومعضله الغيابات ايضا زوز الى نهايه الموسم، اليوم امين عباس ومالك الشرفي الاربطه المتقاطعه وفؤاد التيمومي محمد علي بن سالم وعز عبود حسب المعلومات اللي عندي معاقبين من طرف الهيئه المديره ومن طرف الفريق. بالمناسبه هذه نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل ورجوع ان شاء الله لامين عباس ومالك الشرفي، هذيك احكام الكوره واحنا ماهوش من تو الاصابات هذه من اول الموسم معناتها المعضله نتاع الاصابات. بالنسبه لل محمد علي سالم فؤاد تيمومي معز عبود، احنا نتعاملوا مع مجموعه ما نتعاملوش مع افراد، ثم قرارات بطبيعه الحال يلزمنا نكون كاطار طبي والا اطار فني والا ملاعبيه، يلزمنا نحترموا القرارات هذه، واحنا اليوم عندنا ثقه في الناس اللي باش تعوض الملاعبيه هذه، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المقابله هذه والمقابلات الجايه ان شاء الله. يعطيك الصحه عصام، شكرا. بارك الله فيك ويسامح. يعطيك الصحه على التوضيحات، هذا من جانب فريق الضيف بطبيعه الحال النجم الرياضي بالمتلاوي عبد الرحمن وحبيب. نرجع بعد شويه مع العربي جابر ونسالوه بطبيعه الحال على وضعيه النادي الرياضي البنزرتي خاصه وضعيه الميدان. مشكور جدا اسكندر الحجام، هذا كان عصام البيتسي بتبيع المدرب المساعد لنجم المتلوي صحبة أحمد التوير، والمدرب كما تعرفوا الناس كل ماهر الجيزاني بشي عامل على التشكيلة الآتي، تشكيلة نجم رياضي بالمتلوي في المرمى 1 عبد السلام الحلاوي على اليمين، 7 عاطف المازني، 19 على اليسار ريشار ليتي، ثنائي المحور 3 مهدي بن سيب و 15 وسام العمراني، قدامهم هيثم المحامدي 23 كريس كواكو 18 زياد البكوش، 10 عماد المنياوي 11 ابو بكر ديارا، 12
برهان الحكيم بالنسبة لمقعد البدلاء، حارس مرمى الثاني 27 مروان بريك، 21 محمد الخديري، 26 محمد الهادي سعيد، 8 بوسهمين بهلول، 6 عز الدين المريمي، 28 مالك البلعابي، 25 ياسين الديناري. بتبيع على الاستجوابات نعم. والأولوية كالعادة للاستجوابات والتسريحات مع اسكندر الحجام. مادامك اعطيت التشكيلة خلينا ناخذ النادي البنزرتي، العربي جابر مدرب مساعد لاسكندر القصري للنادي الرياضي البنزرتي بطبيعة الحال. عربي قبل ما نحكي على الأمور الفنية، قبل ما نحكي على الغيابات، قبل ما نحكي على وضعية النادي البنزرتي، خليني نحكي على وضعية الميدان. أنتم كإطار فني نتصور حايرين وين باش تدربوا اللاعبين، وين باش تستقبلوا المباريات، معضلة كبيرة معضلة الميدان. صحيح هذا اللي ما كناش يعني ديما في نفس المدينه نلعبوا ديما كل مره بلاصه، هذا اللي مشكل قلقنا معنا على مستوى التحضير النفسي. لكن اليوم استقر الحال بسببه في جرزونة، وفرصه اليوم امام جماهير تاعنا اللي كانت غايبه يعني عندها مده ما شافوش ولاد يلعبوا، دونك اليوم فرصه باش نتداركوا يعني الهزيمه معنا المباراه اللي فاتت، واليوم امام جماهيرنا باش ان شاء الله نجيبوا 3 بوان. نتصور حضرنا مليح فريق يعني تطوير يعني ما فريق متلوي يعني فريق محترم جدا، حضرنا مليح شفناه معنا قرينا له كل حساباته كل، ان شاء الله الاولاد اليوم يعني يعطيو كل ما عندهم، واهم حاجه يكونوا ابليكيو سوريو في الماتش باش قطره يجيبوا 3 بوان ان شاء الله. اصابه هاتين البراتلي، انذار الثالث يوسفا وعلي المشاني، يظل غيابات بارزه كمان سيابي. شوف ما تعرف راهو تترنى جماعه كامله ولا ترنى شهر شهرين على الترتون، دونك اوتوماتيكمون بسرقه يعني شوبي يعني وجعتك ولا تلقى يعني الركبه يعني فيها ضربه، دونك هذاك هي اللي يعني التيرا هذوما نقولوا احنا يابسين شويه يخليوا دي دولور يعني في الاسيرتيكولاسيون، دونك نتعاملوا مع الوضعيه كلها، عندنا ثقه تامه في الاولاد اللي باش يعوضوا اليوم، وان شاء الله يا رب يجيبوا 3 بوان ان شاء الله. بالتوفيق ليك، ما نزيدش عاد لك اكثر، يعطيك الصحه. عربي هذه تصريحات من الجانبين بطبيعه الحال قبل اللقاء، في انتظار دقائق وانطلاق الحوار، خلينا نقولوا حوار باش يكون شيخ بين النادي البنزرتي ونجم المتلاوي هنا في جرزونة. صحيح، تذكير أنه العربي الجابر ونبيل العموري بالطبع الثنائي اللي ساعدوا اسكندر القصري الراجع لرابطة المحترفة الأولى حبيب، بالطبع تجربة قصيرة في المملكة العربية السعودية. فريق السي بي النادي الرياضي البنزرتي، حراسة المرمى علي العياري، وسام بوزينة، مروان الصحراوي، محمد الحبيب، يكن عبد الحليم الدراجي، علاء الدين دريدي، فهمي المعواني، شمس الدين الصامتي، زياد العنلي، ادم رجيبي وابو بكر تراوري. ادم رجيبي العائد لعائلته معناها عائله النادي الرياضي البنزرتي. بالنسبه للاحتياطيين في تشكيله النادي الرياضي البنزرتي، نعيم المثلوثي، وجدي الجباري، جابرييل كاك، طيب بن زيتون، حسام الحباسي، سليم الجندوبي، روجي غوميس. كما قلنا المدرب هو اسكندر القصري. طاقم تحكيم المباراة نصر الله الجوادي حكم ساحة. بالمناسبة هذا ثالث لقاء ليه منذ انطلاقة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى. المساعد أول الياس إبراهيم، مساعد ثاني وائل عياد، حكم رابع فرج عبد الله، ومراقب المباراة جمال بركات. حوار المتناقضات، نجم النادي البنزرتي في المركز التاسع عنده 10 نقاط، نجم المتلوي المرتبة 13 ب 5 نقاط، أضعف خط دفاع للنادي الرياضي البنزرتي قبل 18 هدف، بتبيعة جي اس كا قبل 17، لكنه أسوأ خط دفاع بالنسبة للبطولة. يواجه ثاني أضعف خط هجوم هو هجوم النجم الرياضي بالمتلول، يسجل 3 أهداف. حوار أكيد باش يكون شيق على ملعب حمادي البجاوي بجرزونة. صحيح، واضح قيمة النقاط في هذا اللقاء، انتصار معنوي لتشكيلة نجم المتلوي بعد الفوز على اتحاد تطاوين. النادي الرياضي البنزرتي مع المدرب اسكندر القصري بعد الفوز على هلال الشابة ثم الهزيمة في المونستير، إذن مرة أخرى ظروف الملعب وبالطبع كالعادة مشكلة الملعب بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. حبيب هو عشب اصطناعي، وبقرار من الهيئة المديرة للنادي البنزرتي باش يكمل ما تبقى من مقابلات هذا الموسم في هذا الملعب، ملعب حمادي البجاوي بجرزونة، اللي يحضر فيه 700 محب من الجماهير المحلية، جماهير
جماهير نادي رياضي البنزرتي في الحوار عدد 11 بين الفريقين، 3 انتصارات للسي بي و3 لنجم المتلوي و4 تعادلات. من سيفوز في اللقاء الرابع في تاريخ المواجهات أم أنه التعادل الخامس سيحسم هذه المواجهة، مواجهة رقم 11 بين الفريقين؟ صحيح حبيب، وأكيد الغيابات اللي حكينا عليها خاصة من جانب النجم المتلوي لأسباب تأتي بيا، محمد علي بن سالم معز عبود وفؤاد التيمومي، معناها أسماء بارزة في تشكيلة المدرب ماهر الجيزاني اللي معروف بالديفي ومن خلال تجارب متاعه في رابطة المحترفة الأولى ورابطة المحترفة الثانية. صعوبات مادية بالأساس بتبيعة في ودقيقة صمت بتبيعة بالمباراة باش تبدا ترحما على المسؤول السابق عزوز السعيدين، خدم النادي البنزرتي تقريبا لمده 40 عام، تغمد الله الفقيد بتبيعه برحمته الواسعه واسكنه فراديس جنانه، ان لله وان اليه راجعون. ربي يرحم عم عزوز السعيداني، كما قلت المسؤول السابق للنادي الرياضي البنزرتي. هذه الكرة وهذه الروح الرياضية وكالعادة كرة القدم هي تلم الأطياف الكل بتبيعة والأعمار الكل، والرياضة دائما التحابب والتآخي. يا عبد الرحمن صحيح، ومرة أخرى قلنا لكونديسيون والظروف، إن شاء الله أفضل الظروف في قادم المواعيد رابطة المحترفة الأولى بالنسبة للصحفيين وموقع التعليق. معك حبيب، البداية في لقاء هام جدا للفريقين. هذه كرة للنجم الرياضي بالمتلوي التزيد، وأول الفرص كانت من أبو بكر ديارا، وأول فرصة لنجم المتلوي أمامكم على الصورة، قادم لجرزونة من أجل بتبيع نقاط قد تكون مهمة فيما تبقى من مجريات البطولة أمام فريق صعب الميراس هو نادي الرياضي البنزرتي. حب يرجع لسالف الانتصارات متاعه نادي الرياضي البنزرتي لينهزم في الجولة الأخيرة، قلت مباراة المتناقضات، والنجم الرياضي بالمتلوي أو الانتصار كان في الجولة فارتة أمام اتحاد تطاوين. الكرة للضيوف عاطف المازي، التمرير ورويدا، رويدا يخلط عليها ما يخلطش بالفعل، ترجع من عبد الحليم الدراجي ليلعب في خط الظهير ايسر في هذه المباراه. الكره لعماد المنياوي صاحب اهداف النجم الرياضي المتلوي واللي عددها 3 منذ انطلاقه البطوله، منقوص من مباراه بتبيع على النجم الرياضي بالمتلوي. التماس للسي ابي لحبيب ياكن، هذه الإعادة للقطة الأخيرة ريشارد ليتي، يصعد للهجوم، تبقى للنادي الرياضي البنزرتي بوسنينة قبل ما تخرج وتتجاوز الخط النهائي للميدان، فما موجود الدفاع، دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. وانت حكيت ربما على الغيابات، فؤاد التيمومي، معز عبود، محمد علي بن سينا، بتبيع قرار من اللجنة التأديبية، وهي فما إشكال مادي بالنسبة يخص بعض لاعبي نجم رياضي بالمتلاوي وغيابات لأسباب صحية كما ذكرت الأربطة المتقاطعة. تلازم المدافع أمين عباس أيضا إصابة في الركبة لمالك الشرفي، وثلاثة غيابات كما ذكر زميل اسكندر منذ قليل، يوسف بنجي، علي المشاني بداعي الحصول على 3 انذارات وهاتين البراتلي بسبب الإصابة. صحيح، مباراة هامة، وقلت التحويرات وخاصة من جانب النادي الرياضي البنزرتي، العودة لآدم الرجيبي وأيضا تدعيم الهجوم مع أبو بكر تراوري وزياد العونلي، وكما قلت كالعادة عبد الحليم الدراجي من الجهة اليسرى، وشمس الدين الصامتي هو في وسط الميدان، وإبعاد الكرة بصعوبة من عبد السلام الحلاوي، ثم أسامة العمراني في المحور مع مهدي بالنصيب، الاستحواذ حاليا لفريق السي بي، ثم زياد البكوش مباشرة، محمد الحبيب يكن، والكرة تبقى في مناطق النادي الرياضي البنزرتي. اللقاء في ملعب المرحوم حمادي البجاوي في جرزونة، المحاولات من جانب عماد المنيوي، كرة دائما لصالح النادي الرياضي البنزرتي عبر شمس الدين الصامتي،
ثم كرة ما توصلش لأبو بكر تراوري، والجهة اليمنى كالعادة الجهة المحبذة لمحمد الحبيب يكن مباشرة إلى فهمي المعواني. محمد الحبيب يكن والتدخل حاسم، كرة كانت نجم توصل حبيب إلى أبو بكر تراوري والتدخل حاسم من محور دفاع نجم المتلوي. الكرة لهيثم المحمدي من الجهة اليسرى والتماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي، يظهر لي أثبت حاليا على مستوى استرجاع الكرة انطلاقا من وسط الميدان والبحث على أبو بكر تراوري لاعب أجنبي شد الانتباه في الجولات الأخيرة. حبيب، مباراة واعدة دون مرحلة جس نبض، وصلنا لمطلع الدقيقة الخامسة والفرص أو المحاولات موجودة على الأقل من كلا الجانبين. المخالفة يمشي مهدي بن سيب لتنفيذ ضربة المخالفة، شكل ثنائي المحور مع أسامة العمراني، عالية الكرة، فما دفاع نادي الرياضي البنزرتي، تبقى للسيابي ولكن برمية تماس، التماس لأبناء اسكندر القصري. يمشي محمد الحبيبي كان هذه الإعادة للكرة الأخيرة والترويض بالصدر من عبد السلام الحلاوي، كان يرجع من محور الدفاع للحارس عبد السلام الحلاوي ولكن بترويض محكم بالصدر يخرج الكرة وتضيع فرصة على نادي البنزرتي اللي قاعد يمتلك في نسبة الكرة أكثر مع انطلاقة المباراة. هذا الرجيبي فما الضغط ولكن موجود ريتشارد يخرج كرة تماس لحبيب يكن قائد الفريق والمنياوي قائد نجم المتلوي بوسنينة. التمرير لي مروان الصحراوي، تبقى للنادي الرياضي البنزرتي، يهز الكرة زياد العون اللي تبقى لادم الرجيبي، ادم الرجيبي بين زوز لاعبين، ادم الرجيبي يبحث عن المساندة، التمرير سليم فهمي المعواني، الكرة ترجع من الدفاع وتخرج رمية تماس المرة هذه لنجم المتلوي. يمشي كالعادة ريتشارد قصير القامة ولكن الفنيات موجودة. هذا اللاعب يستلعب بخط الظهير أيسر في هذه المباراة ريتشارد، التمرير ترجع للسيابي، نسبة امتلاك كرة كما ذكرت أفضل خير للنادي الرياضي البنزرتي. لحبيب يكن الكرة للمعواني، تبقى للعونلي، يرجع للخلف تغيير وجهة اللعب، الكرة لعبد الحليم الدراجي وزع تتجاوز الخط النهائي للميدان وتخرج رمية 6 أمتار يستفيد منها الحارس عبد السلام الحليوي. مباراة أكيد مش نشوفوا فيها هدف مقارنة بحجم المحاولات اللي قاعدين نشوفوا فيها عبد الرحمن لحدود دقيقة 7 مريناش مرحلة جسنا. صحيح كما قلت أنت الدخول في صلب الموضوع من جانب الفريقين، ونذكروا أنه موسم البلاي أوف 2016-2017 نجم المتلوي لعب البلاي أوف، معناها بعض المشاكل المادية مشكلة الملعب قسم مشترك بين الفريقين خلت الوضعية على مستوى النتائج مع أيضا عدم الاستقرار على مستوى الإطار الفني. النادي الرياضي البنزرتي كذلك بأسماء ممتازة، مجموعة ممتازة وبرشة مواهب في الفريق، والعودة مثلا لعلي المشاني اللي مش حاضر اليوم، واليوم عودة رسمية لآدم الرجيبي. لحبيب يكن والهفوة المرتكبة من جانب ريتشارد على لاعب الهجومي إن صح التعبير للنادي الرياضي البنزرتي لحبيب يكن، ثم آدم الرجيبي إلى فهمي المعواني والأولوية لزياد البكوش والجناح في النجم المتلوي، لكن إلى حد الآن متقدم دفاع النادي الرياضي البنزرتي ويفك الكرة عالي. تشكيلة المدرب اسكندر القصري، تجربة كبيرة مع ترجي كمدرب مؤقت وبرشا مرات كمساعد، وأيضا ترجي الرياضي الجرزيسي المستقبل جابس الاتحاد الرياضي
المناسير وايضا تجربه في بدايه الموسم في المملكه العربيه السعوديه. الاستحواذ البنزرتي في انتظار الفرصه الواضحه لحبيب يكن، لحبيب يكن والركنيه لصالح النادي الرياضي البنزرتي وسوء تفاهم بين ريتشارد والمدافع المحوري حبيب المهدي بن نسيب، اعاده من جديد للمحاوله من الجهه اليمنى لهجوم النادي الرياضي البنزرتي. الاختصاصي المعروف عبد الحليم الدراجي يحسن المخالفات المباشره وايضا الكرات الثابته على مستوى القائم الاول والاندفاع من جانب وسط الميدان، وبرهان الحكيمي اللي يرجع للمعاضده الدفاعيه هو احد الحلول الهجوميه مع عماد المنياوي وكذلك زياد البكوش في الاثناء، الصحراوي في المحور مع وسام بوسنينة، ومره الاخرى الكره في مناطق البنزرتي بعد اول ركنيه للفريق. أمام جمهور النادي الرياضي البنزرتي أكيد باش يحاول ويجازف أكثر من الفريق الضيف، نجم المتلوي اللي عنده الكرة يبدل في اتجاه المهاجم المبكر ديارا، ديارا يهز الكرة يبحث على المساندة، ديارا يعمل الفنيات إلى الخلف، يبقى الاستحواذ والامتلاك لنجم المتلوي والعنوان الكرة عند الحبيب يكن الظهير الأيمن للنادي الرياضي البنزرتي. العونلي ياخذ الكرة يرجع للخلف لبوسنينة، بوسنينة للصحراوي يبحث على المساندة، ياخذ وقته التمرير لعبد الحليم الدراجي، الدراجي تبقى دائما للنادي الرياضي البنزرتي، نسبة امتلاك كرة للسيابي النادي البنزرتي شيخ المتوجين بالألقاب القارية ونجم المتلوي كان ولا يزال الحصان الأسود للبطولة. تبقى الكرة دائما لنادي الرياضي البنزرتي، فهمي المعواني يهز يبدل على اليسار، تبقى للسيابي عونلي، معواني يبحث على المساندة رجيبي ولكن الدفاع موجود من محمدي، هذه هجمة معاكسة لنجم الرياضي بالمتلوي يخلط عليها ابو بكر ديارا يوزع الكرة في القائم الثاني، عماد كاد يكون الهدف، عماد المنياوي صاحب اهداف النجم الرياضي بالمتلوي كاد يسغل اول الكرات، هذا الشيخ عماد المنياوي هداف بالفتره سدد ولكن هذه الاعاده، شوف التوزيع من ابو بكر ديارا تعمل روبون يسغل يسدد ولكن تلمس في المدافع وتخرج ضربه ركنيه لصالح الفريق الضيف لنجم المتلوي. صحيح وسام بوسنينة هو اللي تفادى اكيد حبيب، كانت فرصة كبيرة وتركيز من جهة برهان الحكيمي بالنسبة لنجم المتلوي. اكيد ضربة الركنية والمباراة قد تلعب على كرات ثابتة، يمشي كالعادة المحمدي لتنفيذ الكرات الثابتة، هيثم المحمدي باش ينفذ ضربة الركنية لصالح النجم المتلوي، وحوار بين الحبيب يكن وعماد المنياوي زوز قائدين فريق. الكرة تلعب أرضية مع البكوش ترجع لهيثم المحمدي، عالية الكرة فما دفاع وهجوم، الأفضلية لهجوم النجم الرياضي بالمتلوي، شنو باش يعمل بالكرة والحكم يقول ضربة مخالفة لأبو بكر ديارا، خطير جدا أبو بكر ديارا، مخالفة أمام على الكرة، ملاعبية تحذق التسديد، فما برهان الحكيمي أيضا عماد المنياوي، هذه الإعادة موجودة المخالفة، الحكم قريب من العملية يمنح المخالف لأبو بكر ديارا قد يعتبرها مسك من القميص، والمخالفة لنجم المتلوي، من سينفذ الكرة فما هيثم المحمدي أيضا قد يكون هو اللي باش ينفذ ضربة المخالفة، ننتظر القرار النهائي. المنياوي المحمدي وايضا برهان الحكيمي، ابعد شويه زياد البكوش، ننتظر التنفيذ، قد تكون واعده وفرصه خطيره لنجم المتلوي في توقيت 13 دقيقه لعب، هذه كوره والهدف الاول، الهدف الاول برهان الحكيمي، مخالفه مباشره يا الحارس
تعدي شاهد في الكرة كيفاش دخلت وهدف رائع جميل وسيناريو جديد. عبد الرحمن المتلوي واحد والفريق المضيف السيابي صفر. صحيح برهان الحكيمي ممتاز وتجاوز مهارة الحارس علي العياري وإعادة من جديد للرجلة اليمنى لجناح نجم المتلوي. إذا برهان الحكيمي تقريبا في الدقيقة 13 يتمكن من إحداث الفارق. أكيد منعرج آخر في لقاء اليوم بين النادي الرياضي البنزرتي ونجم المتلوي والأسبقية لفريق نجم المتلوي لتشكيلة المدرب ماهر الجيزاني. الكرة الثابتة تنجم تكون حاسمة، أسماء ممتازة على الميدان وبالطبع ما تعكش وضعية الفريقين، أسماء احترفت في عديد الأندية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ممتاز وحاسم إلى حد الآن برهان الحكيمي في أحداث الفارق لفريق النجم المتلوي والأسبقية خارج الميدان أمام النادي الرياضي البنزرتي. حاليا لحبيب يكن وأسبق ريتشارد ثم زياد الباكوش والمخالفة لصالح نجم المتلوي. واضح على المعنويات من جانب نجم المتلوي بعد الفوز على اتحاد تطاوين، وكانت فرصة منذ قليل لعماد المنيوي ثم أحداث الفارق من برهان الحكيمي وغالة الحارس علي العياري في الأثناء مهدي بن سيب في تنفيذ المخالفة. أكيد سيسعى لرد الفعل زملاء شمس الدين الصامتي مقابل تركيز نجم المتلوي أكيد على الهجمات على سرعة زياد الباكوش، برهان الحكيمي، عماد المنيوي وأبو بكر ديارة. الكرة لعبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي والأولوية لدفاع نجم المتلوي. وشكون من الجهة اليمنى لدفاع نجم المتلوي، الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي البنزرتي. برهان الحكيمي سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن والأسبقية لصالح نجم المتلوي. شمس الدين الصامتي في تنفيذ الركنية، الصعود أيضا لوسام بوسنينة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. نذكر منهزم في آخر جولة في المنستير. إذا شمس الدين الصامتي في المحور، إبعاد الكرة من جانب أسامة العمراني، تبقى التوزيعة في المحور ما توصلش لأبو بكر تراوري. من جديد بعاد الكرة من جانب عاطف المازني، استرجاعها بصعوبة من علاء الدين الدريدي. الجهة المحبذة هي الجهة اليمنى، التوزيعة مباشرة للحارس عبد السلام الحلاوي. ودائما حبيب الأسبقية من كرة ثابتة لنجم المتلوي اللي ما يتحملش فيها بتبيع مسؤولية الحارس علي العياري، بما أنه الكرة في وسط جدار الدفاع ودخلت للشبكة، هدف مقابل صفر لصالح الفريق الضيف نجم المتلوي. الكرة ليادم الرجيبي، الحبيب يكن على اليمين ياخذ الكره، تبقى دائما والامتلاك لصالح فهمي المعواني. يرجع للخلف وين موجود الصحراوي، تبديل وتغيير وجهه اللعب والتماس بعد التدخل الاخير من لاعب نجم المتلوي عاطف المازي. تماس السيابي يمر للسرعه القصوى نادي الرياضي البنزرتي من اجل مباغته الفريق الضيف وتعديل النتيجة، ولكن نجم المتلوي لحد الآن متمركز كما يجب. لحبيب يكني هز الكرة يرجع لبوسنينة، بوسنينة باش يوزع، بالفعل يوزع، فما الدفاع موجود يخلط ما يخلطش المازني، ولكن الكرة في نهاية المطاف. التماس النادي الرياضي البنزرت لعب الكرة بسرعة، الحكم يقول ما فماش المخالفة، تبقى لنجم الرياضي بالمتلوي لكنه يخسر الكرة. أبو بكر الديارة دائما التماس لصالح الفريق المضيف السيابي نادي الرياضي البنزرتي. يمشي حليم الدراجي لتنفيذ رمية التماس، قريب برشا من دكة احتياط نجم المتلوي. هذا ماهر الجيزاني مدرب نجم المتلوي. الكرة ترجع البكوش، هجمة ولكن موجود الحارس علي العياري ياخذ الكرة يرجعها بسرعة دائما للنادي الرياضي البنزرتي. عالية لحبيب يكن، موجود لحبيب يكن، ولكن موجود أيضا
دفاع نجم المتلوي البكوش يرجع كيف ما جات لريتشارد عالية يبحث عن المباغتة الصحراوي موجود لحارس مرميها علي العياري. علي العياري ملقاش الحلول عبد الرحمن لحد الآن النادي الرياضي البنزرتي على عكس نجم المتلوي اللي على كرة ثابتة وجد ولقى الحلول. صحيح حبيب كما قلت انت وعلى ترانزيسيون رابيد يلعب فريق نجم المتلوي يلعب على المرتدات يلعب على الهجمات المعاكسة وبرشا كفرونات برشا مخالفات للنادي الرياضي البنزرتي لكن دون التوصل إلى الحصول على فرص واضحة للتسجيل رغم وجود آدم الرجيبي بوبكر تراوري زياد العنالي شمس الدين الصامتي وفهمي المعواني والمساندة من جانب وسام بوسينا الحبيب يكن وأيضا عبد الحليم الدراجي. الكرة في المحور والتدخل حاسم من أسامة العمراني المدافع المحوري لنجم المتلوي والكرة باش ترجع للحارس عبد السلام الحلاوي يقبل في ضغط الكرة الثابتة دون قبول هدف فريق نجم المتلوي. قلت كانت سنوات ممتازة نذكروا موسم البلاي اوف لعب البلاي اوف فريق نجم المتلوي أكيد مشكلة الملعب المشاكل المادية أثرت على نتائج الفريق على تركيز الفريق كرة في وسط الميدان فهمي المعواني ثم ريتشارد يبحث على زيادة البكوش والتدخل كان من متوسط الميدان علاء الدين الدريدي والتماس حاليا لريتشارد من جانب نجم المتلوي مدرب ماهر الجيزاني يعرف أجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأثناء زيادة العنلي عبد الحليم الدراجي والتغطية من برهان الحكيمي يقوم بدور تكتيكي إلى حد الآن التغطية حبيب من جهة عاطف المازني إلى حد الآن شفنا برشا تغطية ناجحة من برهان الحكيمي على الظهير عاطف المازني خاصة مع التوزيعات والتوغلات من جانب عبد الحليم الدراجي شفنا اسكندر القصري والتوصيات نذكروا رصيده إلى حدران انتصار وأيضا هزيمة مع النادي الرياضي البنزرتي إلى حد الآن حبيب يعرف يتعامل نجم المتلوي مع الوضعيات نجح في التسجيل إثر كرة ثابتة في الأثناء مريناش إلى حد الآن حبيب فرص واضحة من جانب النادي الرياضي البنزرتي وفي الأثناء الكرة باش ترجع لنجم المتلوي وإن شاء الله لاباس لبرهان الحكيمي اللاعب السابق خاصة للنادي الرياضي الصفاقسي. وكل النقاط اللي جناها فريق نجم المتلوي كانت من نصيب المدرب ماهر الجيزاني وانت حكيت على ملعب المتلوي بتبيع الوضعية الإدارية تسويت في بورت رادس نحكيه على الملعب أو العشب الاصطناعي إن شاء الله باش يتحول للمتلوي بداية هذا الأسبوع إن شاء الله في مرحلة الإياب نجم المتلوي باش يولي يستضيف كل الفرق في ملعب المتلوي. نرجع للمباراة الكورة للنادي الرياضي البنزرتي بوسنينة يبحث على موساندة فما موجود المهاجم النادي الرياضي البنزرتي ابو بكر تراوري ولكن قبل هذا الحكم نصر الله الجوادي يمنح المخالفه للنادي الرياضي البنزرتي. هل تكون مباراه الكرات الثابته هذه الاعاده على معواني؟ بالفعل المخالفه موجوده وثابته بعد تدخل مهدي بن سيب. هل يكون حوار الكرات الثابته؟ حليم الدراجي على الكره ياخذها بالراس ولكن بعيده على مرمى الحارس عبد السلام الحلاوي كانت تسديدة من مروان الصحراوي بالرأس بالفعل ولكنها فوق العارضة بكثير. الحلاوي مازال محافظ على عذارة الشباك متاعه والكرة 6 أمتار للفريق الضيف المتقدم في النتيجة منذ دقيقة 13. برهان الحكيمي من مخالفة مباشرة عالية الكرة الدفاع موجود في مرحلة أولى ثم ثانية يلعب على هفوات الفريق الضيف نجم المتلوي ترجع كيف ما جات من علي العياري عالية يمشي أبو بكر تراوري تبقى للسيابي لكن الاستماتة شوف من محمدي التمرير سليم الاستلام من عماد المنياوي هز الكرة ولكن الكثرة تغلب الشجاعة 3-1 والنتيجة ترجع الكرة والامتلاك للنادي الرياضي البنزرتي. يمشي بوسنينة التمرير للصحراوي يطلب عبد الحليم الدراجي الكرة دائما للسيابي شمس الدين الصامتي يهز الكرة
وما تجاوزش الخط النهائي للميدان، ترجع لنجم المتلوي لحد الآن دون أخطاء النجم الرياضي بالمتلوي، فما الضغط ولكن الصحراوي بثبات يرجع يفتك الكرة، تبقى لصالح علاء الدين الدريدي. هذه هجمة للنادي البنزرتي، الرجيبي قد يستفيد من خبرة هذا اللاعب هادم الرجيبي. الحبيب ياكن يرجع لبوسنينة، النادي الرياضي البنزرتي ملقاش الحلول لحد الآن، يبدل ويغير وجهة اللعب. هذه فرصة للنادي الرياضي البنزرتي بين مدافع ومهاجم بخصال، أو مدافع بخصال هجومية. هذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي، نحكي على حليمة الدراج، ودائما الفريق الضيف هو المتقدم عكس النادي الرياضي البنزرتي اللي هو متأخر في النتيجة صحيح، ولكنه ماسك بزمام المباراة من حيث امتلاك نسبة الكرة. صحيح حبيب، إلى حد الآن نشوفه آدم الرجيبي بعيد شوية على مناطق جزاء المنافس، كرة كانت من وسام بوسنينة مباشرة مروان الصحراوي، كانت محاولة شاهدتموها منذ قليل من جانب شمس الدين السامتي، حوار داخل المباراة بين عبد الحليم الدراجي وبرهان الحكيمي، ثم فهمي المعواني إلى آدم الرجيبي. ينتظر البنزرتي في الحلول في مناطق الجزاء في الأثناء، انتشار ممتاز إلى حد الآن لفريق نجم المتلوي. آدم الرجيبي البحث على المخالفة، ثم ريتشارد محاولة في عكس الهجوم من عماد المنيوي إلى زياد البكوش لنجم المتلوي. الكرة لتيارا والكرة في محور دفاع النادي الرياضي البنزرتي، وواضح عكس الهجمات عادة ما تكون خطيرة لفريق السي ابي. أبو بكر تراوري مباشرة، زياد العونلي ثم شمس الدين الصامتي، وهفوة من إشارة ضد برهان الحكيمي، وربما مباراة المخالفات وربما الكرات الثابتة حاسمة في مثل هذه اللقاءات بين الفريقين إلى حد الآن. الأسبقية لصالح نجم المتلوي، الهفوة من جانب صاحب الهدف الوحيد على شمس الدين الصامتي، متوسط الميدان منذ سنوات كان في المنتخب الأصغر، كان قائد الفريق، وإذا متابعة لكرة ثابتة في الأثناء. آخر المحاولات لنجم المتلوي والحارس متألق علي العياري في تفادي هدف ثاني، يلعب على ترانزيسيون رابيد على التغيير وجهة اللعب والنسق في منتصف الميدان التابع للنادي الرياضي البنزرتي. فريق نجم المتلوي إلى حد الآن متابعة لكرة ثابتة لفريق النادي الرياضي البنزرتي، تقريبا مسافة شبيهة بالمسافة اللي تمكن فريق النجم المتلوي من إحداث الفارق شمس الدين الصامتي. عبد الحليم الدراجي ننتظر في التنفيذ، ننتظر في مآل هذه الكرة بعد الهفوة المرتكبة من برهان الحكيمي، وسبقها كرة لبوبكر ديارا والتألق لعلي العياري في تفادي هدف ثاني لصالح النجم المتلوي. متابعة لشمس الدين الصامتي والحارس متألق، الحارس عبد السلام الحلاوي يتفادى هدف التعادل للنادي الرياضي البنزرتي من كرة كانت من شمس الدين الصامتي. ويظهر لي برشا براعة في الفريقين حبيب في تنفيذ الكرات الثابتة والإعادة من جديد يمينية والتألق لحارس نجم المتلوي. موجود الحارس عبد السلام الحلاوي في إنقاذ فريقه من هدف تعادل، قلت أربعة تعادلات بين الفريقين، ثلاثة للانتصارات المتلوي وثلاثة للنادي الرياضي البنزرتي، وتعادل وحيد كان سلبي 0-0 كان ذهاب 2014-2015 كان في بنزرت. الحارس قلت عبد السلام الحلاوي، أيضا العياري هو متألق ولكن الهدف ما يتحملش فيه المسؤولية بما أنه تجاوزت بتبيع جدار الصد، وهذه الإعادة شوف كرة وتلجل الشباك بخبرة السنين الطويل، معروف برهان الحكيمي يسجل ويسدد مثل هذه الكرات كانت ثابتة عكس كرة شمس الدين الصامتي، رقم 12 ثابت في المتلوي و12 في النادي البنزرتي لم يكن ثابتا
وهو على الأقل أنه مخالفة كانت في الإطار، ولكن تألق عبد السلام الحلاوي. ضربة ركنية إذن للنادي الرياضي كالعادة، يمشي عبد الحليم الدراجي لتنفيذ كل الكرات الثابتة. أدى الدراجي على الكرة، ينتظر تمركز اللاعبين. هذا الجيزاني ضربة الركنية ترجع من الدفاع، دفاع نجم المتلوي، لكن الخطر دائما موجود على دفاع نجم المتلوي. المنياوي ياخذ الكرة، يقرب الحكيمي صاحب هدف المباراة بريان الحكيمي. التمرير ما فماش المخالفة، الحكم موجود قريب من كل العمليات. تبقى للمعواني، فهمي المعواني يبحث عن المساندة، يمشي الدراجي عبد الحليم، فما المحمدي هيثم ياخذ الكرة، تبقى للمتلوي. التمرير يقرب له المنياوي، واحد اثنين، تبقى دائما للفريق الضيف، يحب يخلي الكرة أكثر وقت ممكن بما أنه متقدم في النتيجة. هذه الكرة ولكن بعيدة وطويلة على برهان الحكيمي، تخرج رمية 6 أمتار لصالح النادي الرياضي البنزرتي. يمشي الدراجي يطول في اتجاه أبو بكر تراوري، تبقى دائما للسيابين نادي الرياضي البنزرتي، ما لقاش الحلول من خلال تسربات وأيضا الكرات الثابتة، توفرت له كرة ثابتة ولكن موجود الحارس الحلاوي. الكرة عالية، الدفاع موجود كالعادة لحبيب يكن، يرجع للصحراوي أبو سنينة، ياخذ الكرة يطلب المعواني، شوف يبدل وينوع في اللعب متاعه نادي الرياضي البنزرتي، ولكن كالعادة الحلول غايبة. ما نجموش نقصوا بتبيع حق نجم المتلوي المنتشر كما يجب على الأقل إلى حدود دقيقة 30. الكرة هذه هجمة للنادي الرياضي بنزرتي، ولكن موجود كالعادة الحارس الحلاوي، دائما نجم المتلوي وهو متقدم هدف مقابل صفر. صحيح، ومرة أخرى تلبى الكرة من قائد النادي الرياضي البنزرتي لحبيب يكن. كما قلنا حبيب إن شاء الله بتبع في قادم المواعيد أفضل موقع التعليق هنا بالنسبة للقاءات النادي الرياضي البنزرتي، ونصف ساعة لعب في الفترة الأولى والأسبقية بفضل برهان الحكيمي. أيضا تدوير كرة من جانب لاعبي نجم المتلوي، شفنا عاطف المزني ما صعدش برشا، معروف عنده أيضا خبرة في الرابطة المحترفة الأولى، وخاصة أمامه شمس الدين الصامتي وعبد الحليم الدراجي. كرة في اتجاه آدم الرجيبي، ومن جديد هيثم المحمدي، عماد المنيوي، عماد المنيوي مباشرة زيادة البكوش، ويتبع فيه الحبيب يكن، ثم المحاولات لصالح نجم المتلوي والإشارة من الحكم المساعد الثاني وائل عياد. الكرة تبقى لتشكيلة المدرب ماهر الجيزاني، من أبرز المدربين اللي دربوا كذلك نجم المتلوي محمد الكوكي، اللي بتبع كانت عنده تجارب أيضا خارج حدود الوطن. الكرة تبقى لصالح النجم المتلوي عن طريق التماس، ثم ابعادها مباشرة من فهمي المعواني اللي ايضا يعرف جيدا نجم المتلوي، والكرة لصالح نجم المتلوي، وبالتوازي تعادل في مباراة الوطنية الأولى بين اتحاد بن قردان ونادي الافريقي 0-0. والكرة باش ترجع من إشارة لنصر الله الجوادي بمخالفة لصالح نجم المتلوي، ومن جانب الهفوة المرتكبة من أبو بكر تراوري إلى حد الآن البنزرتي يوصل لمناطق نجم المتلوي، لكن الانتشار بالنسبة لمهدي بنصيب وسامة العمر راني إلى حد الآن يصدوا في كل الكرات الجانبية، كل الكرات في العمق، مريناش معناها كرة توصل بامتياز وبنجاح لمحمد الحبيب يكن من جانب بتبع النادي الرياضي البنزرتي. في الأثناء أيضا نذكر أنه الجماهير الحاضرة هنا في ملعب زرزونة، المباراة اللي قبل في تونس حبيب بالنسبة للنادي البنزرتي كانت في ملعب الأولمبي بالمنزه، ومتابعة لهذه الكرة الثابتة. ضربة مخالفة لصالح الفريق نجم المتلوي،
يقرب على الكرة برهان الحكيمي صاحب الهدف، الهدف الوحيد في هذه المباراة. ياخذ الكرة يسدد ولكنها بعيدة على مرمى الحارس علي العياري. 6 أمتار للنادي الرياضي البنزرتي. حكيت على ماهر الجيزيني أيضا، محمود المصمودي هو المدرب السابق لنجم المتلوي، كان درب أيضا في خطة مساعد مدرب هذا الفريق. نحكي على نجم المتلوي كان مساعد مدرب غازي الغراري. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، نصيف البياوي كان درب الفريق مع انطلاقة الموسم، ثم محمد عزيز واسكندر القصري المدرب الحالي للنادي الرياضي البنزرتي. بطبيعة ظروف التعليق ان شاء الله تتحسن في قادم الجولات وفي كافة الملاعب. التماس للنادي الرياضي البنزرتي من القائد لحبيب يكن. بدينا نقربوا لنهاية الفترة الأولى والشوط الأول، ودائما الفريق الضيف هو متقدم هدف مقابل صفر. الكرة الامتلاك يبقى للسيابيلي يا ابناء اسكندر القصري. هذه الإعادة والمخالفة موجودة، قد تأتي بالجديد، وقلت منذ البداية ستلعب على كرة ثابتة هذه المباراة. حليم الدراجي على الكرة ياخذ الوقت متاعه. أكيد الحكم نصر الله الجوادي جدار من الدفاع ينبه عليه باحترام الأمطار القانونية. الدراجي يوزع في القائم الثاني، وموجود كالعادة الحارس عبد السلام الحلاوي، دائما موجود في كل الكرات. التماس للنادي الرياضي البنزرتي ويلقى على أرضية الميدان. بطبيعة التصرف هذا أغضب الجماهير الحاضرة. عبد الرحمن أكيد الوقت قاعد يقدم مع نهاية الشوط الأول وفريقه منهزم، مع انتشار مثالي لحد الآن لأبناء ماهر الجيزيني. هدف مقابل صفر، وهذه الإعادة الحارس والمخالفة، وموجود عبد السلام الحلاوي. الحقيقة كان العملية استديم مع وسام العمراني المدافع المحوري النجم المتلوي. كرة تلعب بسرعة ترجع بهجمة معاكسة المنياوي، فرصة هجمة معاكسة للفريق الضيف. ياخذ الكرة أبو بكر ديارا، أبو بكر ديارا 3-1 بوسنينة. ياخذ الكرة يصعد الهجوم، يطلب آدم الرجايبي. الرجايبي ياخذ الكرة بوسنينة 1-2 بوسنينة. النادي البنزرتي قلنا ما لقاش الحلول، حتى انه تقريبا 11 لاعب الكلهم متمركزين في مناطق نجم المتلوي. صحيح. خبر اخر بالنسبه للنجم، متقدم على بلاتينوم، معناها شيء فرح بالنسبه لكاس الابطال والتشامبيونز ليج. وايضا اسكندر شكرا معنا في المدنى باخر المعلومات. في الاثناء محمد الحبيب يكن، ابو بكر تراوري، ابو بكر تراوري كره في مناطق جزاء نجم المتلوي، ابعادها بصعوبه من تشكيلة المدرب ماهر الجيزاني. مرة أخرى المحاولات دون نتيجة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. كانت توزيعة والصعود لشمس الدين السامتي، أبو بكر تراوري مباشرة الكرة باش ترجع لصالح هيثم المحمدي، ثم فهمي المعواني يعرف نجم المتلوي جيدا. آدم الرجيبي، آدم الرجيبي لحبيب يكن يسعى للتعديل النادي الرياضي البنزرتي. أبو بكر تراوري، ثم هيثم المحمدي وزياد البكوش، ويدفون بيان ومعناها يدافع مليح فريق النجم المتلوي إلى حد الآن، والحلول منعدمة بالنسبة لتشكيلة المدرب اسكندر القصري، ويربح في مخالفات زياد البكوش من جانب نجم المتلوي. ومسهل تعويض لاعب في قيمه وترا بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي، ولو انه ابو بكر تراوري سجل في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وصاحب ايضا لما
لمسات حاسمة، عنده مستقبل واعد مهاجم النادي الرياضي البنزرتي. التوسيعة من المهدي بن نسيب، المتابعة من الحبيب يكن مباشرة إلى الحارس علي العياري العائد، كذلك بعد تجربة في المملكة العربية السعودية. المحور المتكون من مروان الصحراوي وأيضا وسام بوسنينة، دائما الكره في مناطق النادي الرياضي البنزرتي. وسام بوسنينة، وسام بوسنينة تلبى الكره من ادم الرجيبي، ادم الرجيبي ينتظر في الحلول، ادم الرجيبي ثم مباشرة إلى شمس الدين الصامتي، إلى عبد الحليم الدرجي. عبد الحليم الدرجي كرة في وسط الميدان، زياد العنلي ما توصلش مباشرة إلى آدم الرجيبي، يولي عكس الهجوم لزملاء بوبكر ديارا. يلعب دائما أمام محور دفاع النادي الرياضي البنزرتي، والتدخل ممتاز من جانب وسام بوسنينة، لاعب مندفع عنده خبرة. لحبيب يكن، لحبيب يكن كرة ما توصلش إلى أبو بكر تراوري، وثم عماد المنيوي. تجربة كبيرة خاصة مع النادي الأفريقي وبطولة 2015. مروان الصحراوي أيضا لعب في بلجيكا والبرتغال، ولعب أيضا في الترجي الرياضي التونسي. التوزيعة وتدخل من جديد من أسامة العمراني وحبيب، الكرة ما تمرش حاليا في محور دفاع نجم المتلوي. يلعب على اخطاء المنافس بطبيعة نجم المتلوي، برشا اخطاء، برشا ديشي تكنيك من ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي، هذا مسهل مأمورية هجوم نجم المتلوي. الكرة دائما للسيابي، يطلب الكرة بوسنينة، لحبيب يكن ياخذ الكرة للاستلام، يبحث على المساندة، تراوري يفقد الكرة، هداف النادي الرياضي البنزرتي صحبة عبد الحليم الدراجي بأربعة هداف لكل لاعب. الكرة تبقى للسيابي ويخليها تخرج رمية تماس المعواني، فهمي باش ينفذ رمية التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي، اللاعب السابق لنجم المتلوي لحبيب يكن باش ينفذ التماس. تماس يبدو انه طويل بالفعل، ترجع من وسام بوسنينة، هذه هجمة معاكسة، يلعب على الهجمات المعاكسة، سلاح الفريق الضيف، يبدل ولكن فما مستفيق دفاع النادي الرياضي البنزرتي الدراجي، ولكن موجود الدفاع، دفاع نجم المتلوي. زياد العونلي ياخذ الكرة، زياد ما قدمش المطلوب منه مع انطلاقة المباراة الى حدود دقيقة 41. الكرة السامتي والمعواني تبقى للرجيبي، ادم الرجيبي يبحث عن المساندة، يسقط على أرضية الميدان، والحكم نصر الله الجوادي يعطي مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. ما يلزمش تخرج عن نصاب نتاعها المباراة. أبو بكر ديارا أيضا، ادم الرجيبي حوار، وأول بطاقة صفراء يرفعها الحكم نصر الله الجوادي كانت في وجه أبو بكر ديارا. أمامكم على الصورة بعد التدخل الأخير على ادم الرجيبي، ربما ردة الفعل وقرار مستحق من الحكم نصر الله الجوادي. كيف سيكون مصير هذه المخالفة، مع العلم أنه النجم المتلوي سجل عن طريق كرة ثابتة؟ هذه الإعادة والكل ينتظر مصير المخالفة. انتصار وحيد خارج القواعد لنجم المتلوي، كان إياب موسم 2017-2018 2-1. زياد البكوش ووسام بوسنينة ضد مرمى، في حين سجل هدف السيابي حسام الحباسي. بدوره نادي البنزرتي حقق انتصار وحيد في المتلوي، كان ذهاب موسم 2015-2016 واحد بليش هدف بلال السعيديني. المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي، والأقرب المرة هذه ادم الرجيبي او عبد الحليم الدراجي. ننتظر التنفيذ، هل يكون مباشر او على اللاعبين؟ الرجيبي على الكره، فما الدراجي سدد ولكن موجود الحارس في مرحله اولى، ثم الدفاع المازني امن التغطيه الدفاعيه والتماس لصالح نجم المتلوي. صحيح، مره اخرى الكره الثابته حبيب، والتالق للحارس عبد السلام الحلاوي، ونعيش الدقائق الاخيره
من مباراة الشوط الأول للقاء النادي الرياضي البنزرتي ونجم المتلوي تقريبا دقيقة 42 في هذه الفترة الأولى والأسبقية لكل ما التحق بنا على الوطنية الثانية بفضل برهان الحكيمي لتشكيلة المدرب ماهر الجيزاني والتألق للحارس عبد السلام الحلاوي إلى حد الآن سد منيع أمام كل الكرات الثابتة. شوفوا التكتل وهيثم المحمدي مباشرة إلى عماد المنيوي، عماد المنيوي يتريث يرجع لحارس عبد السلام الحلاوي المتألق منذ قليل في آخر كرة ثابتة لفريق النادي الرياضي البنزرتي فهمي المعواني مباشرة الكرة إلى أبو بكر تراوري ولا وجود لمخالفة لصالح حسام العمراني ثم المخالفة من إشارة من الحكم نصر الله الجوادي الأسبق على الكرة حاليا فريق نجم المتلوي والمخالفة لأسامة العمراني وكانت الهفوة في وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. إذا متابعة للمخالفة في وسط الميدان لهيثم المحمدي الكرة في المحور ثم وسام بوسنينة مباشرة إلى متوسط الميدان علاء الدين الدريدي تركيز كبير على عبد الحليم الدراجي والتغطية من جانب رقم 23 إذا كريس جونيور. كرة تبقى للنادي الرياضي البنزرتي وشمس الدين السامتي، شمس الدين السامتي والمخالفة واضحة، المخالفة واضحة للنادي الرياضي البنزرتي. ثم المساحات من الجهة اليسرى لكن دون تسييم إلى حد الآن شمس الدين السامتي أمامكم والتدخل من القيدوم لاعب كان هداف خاصة موسم 2014-2015 مع النادي الإفريقي وموسم البطولة كذلك سجل في كأس الكاف. إذن المتابعة للمخالفة والدخول لعزين المريمي وهو ليبي الجنسية في تشكيلة نجم المتلوي والمتابعة حاليا للمخالفة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. كرة ثابتة قد تكون حاسمة إلى حد الآن والأولوية دائما للدفاع وعكس الهجوم من ريتشارد في الثواني الأخيرة قبل نهاية الوقت القانوني. عز الدين المريم يخذ مكانه في تشكيلة نجم المتلوي، أعتقد مكان برهان الحكيمي صاحب الهدف رقم 12 و3 دقائق كوقت بديل مقدرة من الحكم نصر الله الجوادي رفعها الحكم الرابع فرج عبد اللاوي. المخالفة للفريق الضيف عالية في اتجاه المنيوي تمشي سهلة في دين الحارس علي العياري ياخذ الكرة. دخلنا في الثواني الأولى من الوقت البديل والنادي الرياضي البنزرتي ما لقاش الحلول ونجم الرياضي بالمتلوي مازال ما أنهاش الشوط الأول متقدم بما أنه يسعى من أجل إضافة الهدف الثاني بتبيع للمعنويات. هدف ثاني قد يكون باهي للمعنويات والنادي الرياضي البنزرتي قد يعدل النتيجة ويدخل الشوط الثاني كأحسن ما يكون. المخالفة لنجم المتلوي يقرب لمحمدي يمشي أبو بكر ديارا صاحب البطاقة الصفراء الوحيدة المقدرة من الحكم نصر الله الجوادي يبدل يغير وجهة اللعب ولكن سهلة في دين الحارس علي العياري. كرة عالية يمشي ريتشارد ياخذهاش لكن تراوري والصفيرة الحكم نصر الله الجوادي أسبق من الجميع تمنح المخالفة للظهير الأيسر لنجم المتلوي ريتشارد. حبيب أكيد تغيير اضطراري من جانب نجم المتلوي بعد الإصابة الأخيرة بالفعل سحب الهدف برهان الحكيمي أصيب تقريبا منذ 10 دقائق تم الإسعاف متاعه ودخول اللاعب الليبي كما قلنا عز الدين المريم. الكرة ترجع من دفاع النادي الرياضي البنزرتي موجود كالعادة شمس الدين الصامتي لتأمين التغطية والربط بين الدفاع ووسط الميدان. الكرة للفريق الضيف كريس جونيور يوزع وكاد تكون مباغتة كريس جونيور كيف ما جيت وكاد تباغت الحارس علي العياري أو أمامكم على الصورة كريس جونيور
تقريبا ما زالت دقيقة على نهاية الوقت الأصلي والبديل في هذا الشوط الأول، والنجم المتلاوي هو متقدم هدف مقابل صفر، هدف برهان الحكيمي منذ دقيقة 13 اللي غادر أرضية الميدان اضطراريا بداعي الإصابة. صحيح حبيب، وضعية تسلل معلنة حاليا ضد آدم الرجيبي. نجم نقولوا شوط ناجح لنجم المتلوي إلى حد الآن مع الأسماء الموجودة في النادي الرياضي البنزرتي. متابعينا، صاحب الهدف الوحيد هو برهان الحكيمي، وعز الدين المريمي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية. نعيش الوقت البديل لهذه الفترة الأولى، وبتبع 3 دقائق وقت بديل ليحتسبهم الحكم نصر الله الجوادي، وبتبع النادي الرياضي البنزرتي الساعي إلى العودة. أكيد شوط ثاني مشوق بين الفريقين. لحبيب يكن، آدم الرجيبي، آدم الرجيبي، آدم الرجيبي، آدم الرجيبي يحافظ على الكرة، لا ما يحافظش على الكرة الأخيرة، وعمل كبير من ريتشارد. والأسبقية لنجم المتلوي في هذه الفترة الأولى من النادي الرياضي البنزرتي. أكيد حبيب، معطيات ضافية، معطيات مغايرة في الشوط الثاني مع شوط أول ممتاز لنجم المتلوي، والنادي البنزرتي ما لقاش الآليات الهجومية. مستوى فني محترم بين الزوز فرق. نجم المتلوي نجح في افتتاح النتيجة في دقيقة 13، نذكروا لبرهان الحكيم مخالفة مباشرة هذه الإعادة، على عكس النجم المتلوي نادي البنزرتي كان ضاع الفرص. نعود نقولوا انه شوط اول محترم جدا، ان شاء الله في انتظار ارتفاع النسق مع انطلاقه الشوط الثاني. نرجعوا الكلمه لاستديوهاتنا المركزيه، نتقابلوا ان شاء الله مع انطلاقه الشوط الثاني.